السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي، ونرحبوا بكم في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله، ونتمنى لكم تقضيوا معنا أوقات طيبة وسعيدة، ومرحبا بكم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الشيء اللي كانت صوبوه من لاباط ديال الكرواسون، هذا الشكل الجميل اللي غادي نقدم لكم بهذه الطريقة وبالمحتوى ديالو، داكشي اللي فيه الداخل وبالكركون اللي غنديروا ليه من الفوق، كيجي رائع 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 ان شاء الله. غادي نحاولوا دائما ملي كنصوب شي حاجه بحال هادشي كنصوب كتكون عندي لاباط موجوده، كنقول لكم سيروا القناه. هذا اليوم ان شاء الله غادي نحاول نصوب لكم لاباط ايضا، ونصوبوا من بدايه الفيديو ولنهايه الفيديو، يعني هاد الحلوه متكامله بالعجينه ديالها بكل شيء ديالها ان شاء الله. مرحبا بكم اخواني اخواتي. غادي نشوفوا المقادير ديالنا ان شاء الله. عندنا واحد 700 غرام ديال الفرس، 700 غرام ديال الفرس، عندنا واحد 20 غرام ديال الخميره، وعندنا زيت نباتيه، عندنا تقريبا واحد 80 غرام ديال الزيت النباتيه، عندنا واحد نص كيلو ديال اي زبده ديال التراق، اي نوع ديال الزبده ديال التراق. عندنا هنا واحد 15 غرام ديال الملحه، عندنا واحد 150 غرام ديال السكر، تقريبا 150 غرام ديال السكر ان شاء الله. وان شاء الله غادي نخدموا واحد الشوكولا ديال الدهن باش ندهنوا بها ان شاء الله، او الشوكولا تكون زوينه او غاناش او اي شي حاجه من هذا الشكل اللي يمكن لنا نديروها في الانتيريور ديال هذا الشيء ديالنا باذن الله، او نقدروا نديروا بحال بتيبان نديروا فيها هذا الشوكولا باطوني الا بغينا ان شاء الله. مرحبا بكم. غادي نخويو الفرس ديالنا، ها هو. الا كانت الدعوه بارده عجنوه بشويه الماء دافي، ها هي الزيت. نقدروا نعجنوا بيدينا الا بغينا نعجنوا بيدينا، غادي نعجنوا بيدينا. الملحه، غنديروا السكر، على بركة الله غير بشوية علينا، نديرو الماء كما قلنا دافي، غنضيفو الخميرة، مرحبا. دائما هذه نصيحة، كرواسون راه كتعجن مزيان، كرواسون وجميع المخبوزات اللي كنخبزوه خصهم يتعجنوا مزيان، إلا لاباط فيتي ما كتعجنش بديك الدرجة باش كنعجنوا الكرواسون. جميع المخبوزات اللي هما من المخبوزات كنعجنوهم مزيان، العجينة أشنا هي مزيان إلا هزيناها كتجي شادة راسها. هنا ان شاء الله كناخذوا العجينة ديالنا، ها هي كنحطوها، الزبدة ديالنا ها هي ايضا، كنحاولوا نجيب واحد
البابي واحد الغايت كنجيبو الكروس الزبده ديالنا كنديروها في واحد الغايت بحال هكا كناخدو العجينة ديالنا هاهي كنسرحوها بحال هكا على أربعة جهات كنديروها في الوسط نغطيو هاد الجهة هاد الجهة وهاد الجهة إن شاء الله حاولوا نسدو هاد على شكل ظرف بريدي او نقدروا نديروها بالنص نقدروا نديروها كما بزاف ديال الطرق كاينين هذا الشيء ديال الكرواسون وغادي نحاولوا نرشوا بشويه ديال الفورس هنا غادي نحاولوا ان شاء الله نسرحوا غير بالروليه العادي بحال هكا هانتوما كما كتشوفوا كنحاولوا نسرحوها من جميع الجهات باش الزبده ديالنا تجينا طبقات ان شاء الله داخل هاد الكرواسون ديالنا على شكل جميل على شكلها جميل ان شاء الله نتنيوها بحال هكا ونتنيوها بحال هكا ان شاء الله نحاولوا نلاقيو هاد الجناب ديالنا هكا ونسدوها ان شاء الله هذا دوبل تور جوج تور ان شاء الله عادي نرشو عاوتاني الطبله ديالنا دائما في البدايه قدروا تسرحوا بهذا الرولو تنعطيوها واحد الفورما عاد نبداو نخدمو الرولو الثاني ان شاء الله you
نحاولوا نسرحوه شويه بالعرض. والنتائج هما اللي كيحكموا دائما في اي حاجه، ملي تطيب الحاجه وتصوب وتجي مورقه وتجي مزيانه غنديروا نفس العمليه اللي درنا قبيله. هكا هنا غادي نرجع شويه اللور، غادي نسد بحال هكا ان شاء الله. حنا درنا دروك تقريبا دوبل تور، ايضا نسرحو ان شاء الله. هنا ما كنخليهاش تريبوزا، كاين اللي كيدخلها الثلاجه، كاين حنا دروك الدعوه عندنا بارده، ما كاين حتى مشكل. الزبده ما غاديش تخرج لينا من العجينه، يعني ماشي ضروري اننا نخدموها بديك الطريقه اللي هي طويله بزاف. سرحنا كرواسه ديالنا التسريحه النهائيه هي هذه، نخليوها ترتاح. لي بيسور ديالها هو هذا، هنا كنقطعوا العجينة ديالنا باش جينا مقادة. شوفوا معايا التور، شوفوا معايا التور، تور تور، شوفوا في التور، هكذا هو التور الجيد. الا جاب الله التور ديالكم ما كانش مورق كيبان هاد الدرجه، الدرجه العجينه بحال هكا راه ماش ما ناجحش لكم التور نهائيا. هكا خصو يجيكم التور الا بغيتو تنجحوا باذن الله في هاد العمل ديال الكرواسون. هنا كناخذوا هاد العجين ديالنا غادي نقسموه على اقسام، هكا وهنا غادي نقسموه ايضا على اقسام ايضا. في المثال هذا قسم، هذا قسم، وهنا غادي نقصو شويه، لا ما بغيتش يجي كبير. درناها فورمة كبيرة، هنا غادي ناخدو الكرواسة ديالنا ها هي، ونحاولو نقدوها حتى إلا كانت شي وحدة وافية كنقصو منها داك شوية اللي وافي. ناخدو الشوكولا ديالنا ديال الديان هي هذه، كنديروها في الوسط، كناخدو الكرواسه ديالنا كنتنيوها تنية بحال هكا، وتنية أخيرة بحال هكا إن شاء الله. ها هي، وهكذا غادي نخدمو على هاد المنوال تنكملو
من الأحسن، كاين واحد الملاحظة، من الأحسن تسدو كرواسة ديالكم من هاد الجهة بشوية الماء على هاد الشكل، غير شوية ماشي، ونحاولوا تبقى الكرواسة ديالنا نظيفة. من إلا كانت فينا الشوكولاتة في يدينا نحاولوا نمسحوها ونحطوها مقادة إن شاء الله. هنا كنحاولوا نكملوا عدد البياسات ديالنا اللي صوبنا. كندير الشوكولات تكون زوينه ان شاء الله. انا كنقترح عليكم هذا النوع تجربوه ان شاء الله، اللي هي شوكولات دين ديال لايكا كريم نوار نوار شكل كحل. جربوه تجربه خير برهان. لان رائعه في التكستور ديالها، حتى الطحين ديالها، الطحين ديالها يعني كتجي ليس بزاف بزاف زوينه بزاف. هنا ان شاء الله كدائما كنحاول النصف الاول نديرو فيه الشوكولا هكا. هاد العملية غادي نقومو بها قبل ما تخمر اسميتو، قبل ما ندوريوها، ان شاء الله غادي نشرطوها بحال هكا. خصنا نحاولو نقادو التشريطة ديالنا. التشريطة ديالنا تكون غائرة في العجينة. شفتو التشريطة ديالنا مزيان باش تحل ان شاء الله وتجي زوينة. هاد الكرواسون ديالنا باللدة ديالها غادي تعجبكم بزاف، وبالفلطاج ديالها والمساي ديالها يعني شي حاجة طوب. كيما قلت لكم في الشوكولا لانتيريور درنا شوكولا لايكا كريم ديال ميشوك ان شاء الله. الكرواسون ديالنا نغطيوها ان شاء الله تخمر ونخليوها تخمر، حتى عاد ندوريوها ان شاء الله، ندهنوها بالبيض وشويه د الحليب وندخلوها للفران باش تطيب باذن الله. بانكم غادي ندخلوا الكرواسون ديالنا بعد ما خمرت مزيان، شعلنا الفران لدرجه الحراره 200، غادي ندخلوها ان شاء الله باش تطيب، ونطفيو الفرفاره على بركه الله. هي شويه غادي نطفيو الفرفره باذن الله. مرحبا مرحبا بكم. هذه هي الكرواسه ديالنا ملي خرجنا من الفران، رشناها بشويه ديال السيرو، كتجي رائعه رائعه بمعنى الكلمه. هذه فيها الشوكولا ديال الدهن لايكا كريم. كنجيب واحد شويه ديال الكونفيتور، الكونفيتور يكون من النوع الجاري اللي كيجي جاري مزيان. كندهنوا بها هذا البتيبان ديالنا اللي هي على هذا الشكل، وبالكروكون ان شاء الله، هذا الكروكون اللي كيعطيها واحد المذاق رائع باذن الله.
هنا غادي نديروا لها الكروكون من الفوق، يعني شي حاجه توب توب توب. الكروكون يعني واحد الماده اللي ما تشبعش منها نهائيا باللوز، هي اللوز والسكر، مي كتعطي واحد المنظر، واحد الاكل لذيذ لذيذ، واحد القرمشه رائعه ان شاء الله. حاولوا ديروه فوق الكونفيتور باش ما حد ما نشف، لان الا نشف ما غاديش يشد فيه الكروكون. هذا دروك غادي يشد في هذا الكونفيتور ملي تنشف الكرواسه ان شاء الله. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذه هي الكرواسه ديالنا اللي وريناكم اليوم، والتجربه خير برهان. بلايكا كريم بالشوكولا، لايكا كريم اللي هي شوكولاته الدهن بالبودر كاكاو، يعني بالكاكاو اللي كتجي رائعه 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 بمعنى الكلمه، وتجربه خير برهان. مرحبا بكم، كما كتشوفوا شي حاجه توب توب ان شاء الله، شي حاجه يعني ممتازه ممتازه جدا. جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم. مرحبا بكم في القناه ديالكم، ونتمنى لكم كل التوفيق، والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.